ما تكون رئيسي إلا ما تكون تحس بالمواطنين، تحس تعرف قيمة الأصوات اللي صوتوا لك، مش بالسهل معناها باش تدخل تشد كرسي وأنت ما متحملش المسؤولية نتاعك. ما تكون رئيسي إلا ما تكون مستقل، ما تكونش تابع حتى حزب، معناها ما يأثرش عليك حتى حزب، تكون عندك برنامج باش تبني حاجة معناها اقتصادية للبلاد، باش تعمل برنامج باش يخرج الشباب من البطالة والمعونات اليومية للشعب التونسي.